أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية تعزيز الدعم البريطاني لأوكرانيا بعد استهداف روسيا العاصمة كييف. في بيان للحكومة البريطانية أكد جونسون لزيلينسكي أن العالم متحد في خوفه ضد ما يفعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتعهد بتقديم دعم إضافي لأوكرانيا في الأيام القادمة، وذلك بدون تحديد طبيعة هذا الدعم. من جهته أكد وزير الدفاع البريطاني رغبة بلاده في عزل روسيا عن نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك.